أسعد أيام العمر تلك التي يحتضن فيها الوالدين أبنائهم وهم صغار ويرونهم يكبرون وتكبر معهم أحلامهم، غير أن هذه الفترة من حياة الأبناء لا تمر بنفس الوتيرة لدى بعض الأسر التي يحدث فيها تمييز بين الأبناء، فيتم تفضيل واحد ونبذ الآخرين بسبب أو بدون سبب. فما الذي يحرك هذا التمييز لدى الأولياء، وما الذي ستجنيه هذه الأسر بعد بلوغ أبنائهم سن الرشد؟ المؤكد أنها ستحصد حقداً وكراهية وتمزقاً بين أبناء العائلة كان يمكن تحاشيه بقليل من العدل بين الأبناء.